هعمل النهارده معاكوا رز بلبن كده، وهندخله الاير فراير ياخد وش يبقى شبه الرز معمر. اول حاجه حطيتها هي ربع كوبايه من الرز، ما غسلتوش كويس قوي، كنت عايزه النشا اللي فيه بصراحه، بس اديته شطفه كده على الحوض، وحطيت معاه معلقه كبيره من السمنه البلدي وغطيته بس يدوب كده من الميه. كل ما هيتشرب الميه بتاعته كل ما هزود ميه لحد ما الاقي الرزايه استوت معايا. بعد كده هبدا انزل باللبن، انزل تقريبا الاول بنص كيلو لبن عشان مش حاطه برضو رز كتير، ولو احتاج تاني هقوم حاطه تاني. دلوقتي بقى هزود السكر وبعدين هقلبه كويس. بصوا حطيت السكر ده بيبقى على حسب الرغبه طبعا، على حسب ما انتم بتستطعموه، واحط شويه من الفانيليا حاجه بسيطه قوي، وهقلبه كويس. دلوقتي هسيبه على النار لحد ما الرز يستوي خالص. فاول ما يبدا كده يفور ويعمل الفقاعات دي هوطي بس عليه النار شويه، يعني هخليه على النار متوسطه، وده عشان حاجتين، علشان اولا الرز يستوي براحته، ثانيا عشان اللبن ما يفورش. بعد ما الرز بقى يكون استوى كده وبقى باين كده، هبدا ان انا احط ميه بنشا، دي تقريبا نص كوبايه كده من الميه، تلت ارباع كوبايه من الميه، عليها 6 معالق صغننين قوي من النشا، وقلبتهم مع بعض. اهم حاجه الميه بس تكون بدرجه حراره الغرفه، ما تكونش ولا ساقعه قوي ولا طبعا تكون سخنه، وهبدا ان انا انزل بيها على الرز. واقلب بقى بسرعه كده علشان الرز بلبن هيمسك بقى في بعضه. دلوقتي بصوا بدا يبقى تقيل اهو كده، اصبح عندي الرز بلبن اهو جاهز. هقوم بقى حاطه في القوالب السيليكون الصغيره دي كده، وادخله الاير فراير علشان ياخد وش كده ويبقى زي الرز معمر كده، والباقي طبعا هقوم ادخلها عادي بقى رز بلبن عادي. بس بقى حطيت اول 5 وادخلهم بقى الاير فراير على درجه حراره 200، احطهم مثلا 7 دقائق 8 دقائق كده يعني. وهبدا اغرف بقى الرز بلبن عادي في البولات بتاعتي اهي، وهرش على كمان الوش كده شويه قرفه. سلام، اجواء شتويه شويه يعني. يا جماله يا جماله يا جماله، احلى طبق رز بلبن ده ولا ايه؟ لا هنا القرفه وقعت مني كتير شويه، بس هتتاكل برضو. شايفين الجمال؟ ودي عملت واحده صغنونه كده ديويو من غير قرفه عشان لو ما حبهاش، بس لا لا تحفه تحفه. بس كده نشوف حاجة روعة، هنسيبها تكمل وبعدين هندخل الخمسة التانيين. جاهزين؟ واو واو تحفة تحفة تحفة. تعالوا بقى هنطلع دول ونحط الباقيين. خلاص خلصت بقية الخمسة اللي كانوا موجودين، وكده كله بقى جاهز ناكل بقى.